انا سائق مهني وترحب الناس كاملين جميع الركاب كاملين بالنسبه للطريق هذه ديال ازرو ازرو زايده ازرو زايده ضروري تتكون جديده في الليل ضروري الانسان يسدوها بين فاس بولمان 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 تتحل لان هي ماشي هي يعني سميتو الفوق عالي شي شويه على التحت يعني ديما الطريق اللي هي عاليه هبري كاين واحد العدد المسافه الفوق اللي هي ما يمكنليش تغلب عليها سميتو وزاره تجهيز النقل لانه تشد من ازرو حتى لايتو فيلا بالنسبه لهنا كاين ايت كرموس ايت كرموس بولمان ما عندناش يعني بزاف ديال المسافه اللي هي تشد الناس ولا كذا وبالنسبه للناس خصهم ياخذوا الحذر وصافي وبالنسبه لتيزين تلغوم تيزين تلغوم حاليا راه مزيانه حاليا راه مزيانه راه كلشي دايز كلشي بخير والحمد لله اللهم لك الحمد الانسان راه غادي الشوار الشوار او بالنسبه لسميتو الوزاره تجهيز النقل راه ما دايرين خدمتهم الله يعاونهم هادشي اللي ما يقول بنادم صافي ياخذ منهم الحذر والسلام دي كونسي الناس اللي بغاو يخرجوا الطريق الناس اللي بغاو يخرجوا الطريق بالاكثريه النهار النهار مزيان انسان يشد الطريق مزيان الليل ياخذ الحذر الليل راه يمكن يقدر يبات تما حتى الصباح يقدر المهم صديف مع العزه بالكوفات كوفه راه تكون كوفه مره تيحلوها بالنسبه لبولمان راه تيحلو الكوفه وبالنسبه لسيدي حيو سعد وبالنسبه لازرو راه ما يقدروش يغلبوا عليها لان المسافه طويله وكاين العلو كاين العلو ما عمرهم غيتغلبوا عليها هما ضروري حتى النهار هذا هو اللي غادي نحضروا للناس كاملين المهم البارح كنا جايين من طريق مكناس ومن هنا فازرو كانت مع ديك تقريبا ديك 9 ديال الليل كان الثلج بزاف ومقطوع علينا الطريق المهم كسنا تما مثلا ديك جوايه 4 ديال الصباح كانت مقطوعه الطريق مزيان وما خلاو حتى واحد يدوزو ولكن نعم وصلت ديك 4 الصباح جاو الجهات المعنيه وخوا وداك الشيء ودزنا المهم واخا داك الشيء مازالين كل ما كيدوز الوقت كل ما كتزاد كتقطع الطريق والبارح ما كان واحد شويه ديال التوتر وشويه ديال الخلعه فاش كسنا تمايا ولكن الحمد لله على كل حال كان تدخل في الوقت المناسب وما طولناش بزاف. السلام عليكم حنايا جينا من كازا لميدلت الحمد لله كانت الطريق مزيانه كان ثلج في الطريق ولكن ما كانتش مقطوعه الحمد لله الوسيله اللي جينا فيها الحمد لله كانت كان زعما ماشي مزيان ما كانت لا سرعه لا والو الحمد لله والطريق كانت مخيره الصراحه اللي بغيت نقول هو الجو زوين وخا بارد الحال ولكن هذه هي المتعه في المغرب الحمد لله الجو نستمتعوا بالبرد وبالصيف والجو زوين والثلج وصراحه جينا على ود الدراري باش حيت كانوا كيتسناو الثلج وباغيين يشوفوا الثلج وهذا الشيء اللي بغيت نقول البارح كنا جايين على الطريق ديال بولمان جينا جايين هكدا مع جوج الليل تقطعات لقينا الطريق مقطوعه المهم بقينا تما حتى لشي وقيته جا داك الشي ديالهم جاو نقاو لنا الطريق الله يعطيهم الخير جاو الجهات المعنيه وجا كنشكروا عامل جلاله الملك على هذا الشيء اللي دار صافط لنا ينقيو لنا الطريق المهم كنبغي نقول للمسافرين ياخذوا الحيطه والحذر في الرحلات ديالهم وردوا البال للطريق الا كانت مقطعه هذا وشكرا. كنقدم لكم راسي كرئيس جمعيه الرب النقل جهه درعاته في نالت بالنسبة للطرق الحمد لله الوزارة قايمة بشغلها الحقيقة هي هذه احنا دائما رحنا في اتصالات مع الشيفورة ومع الأشغال العمومية الحمد لله الطريق على حسن ما يرام وكنقول لإخوان السائقين خذوا الحذر ديالهم وردوا بالهم إنما هذا الوقت كيكون فيها الانسداد وكيكون فيها بزاف ديال الأمور والحمد لله كل شيء مسير على حسن ما يرام. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.